وبارك وأحضرتنا ختم كتابك الذي عرفت فيه عن شرائع أحكامك ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك ونتبتنا للتعرض لثوابه الجسيم وحضرتنا على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماء آياته ويدير لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى به إلى رصات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق إذا دنا من الرحيل وبلغت الروح منا التراكي وتجلى ملك الموت لقبتها من خجب الغيوب وقيل من راق والتفت الساك بالساك إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تغل أيضا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكان الجحيم أقداما سعت إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تصم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفي أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أتباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.